هذا هو القصر الضخم الذي يعد من أهم وأشهر الممتلكات المصرية في اليونان، قصر منيع، جوهرة أثرية، تحفة معمارية، بداخله مدرسة لتعليم المواطنين وحجرات لإقامة الطلبة ومأوى لإطعام الفقراء. سنروي لكم قصته بعد قليل، صورناه من أعلى لتملأ أعينكم بجماله ومساحته الكبيرة ولتتعرفوا على الممتلكات التي أهدرناها. ومن القصر الفخم سننتقل بعد ذلك إلى منزل محمد علي باشا، يتصدره التمثال الشهير ويطل على البحر. الصورة من أعلى مبهرة ولكنها مخجلة في نفس الوقت، لأننا فرطنا في ثرواتنا.